صحبة ما في. ما سبب اعتزال روعة السعدي في عمر 17؟ اضطريت أني أترك. بعد ما حكينا عن أعمالها القادمة بالجزء الأول من لقائها مع إيتي بالعربي، حبينا نرجع مع روعة السعدي لطفولتها وتحديداً لشخصية نارا بمسلسل الفصول الأربعة اللي ما زال الجمهور بيذكرها لليوم. موضوع خاص. طيب ما قال لك أي ساعة بده يجي؟ أنا زعجتك شي بالوقت هون حتى عم أسأل؟ أي والله كتير، وأنا مبسوطة طبعاً، يعني أكيد أنت بتبسطي وقت تكوني بدور معين العالم لهلأ الآن بذاكرتها، بس العمل كله كان يعني كان شيء جديد، كان شيء دافي، كان قصة يعني عائلة، فبتلاقي كل عائلة متواجدة بقلب البيت قاعدة عم تحضر المسلسل، فأنا كتير انبسطت وكتير مبسوطة بهي الشخصية وكتير فرحت إني أنا أديتها وقدام عمالقة. وبعد هالشهرة الكبيرة اللي حصدتها بعمر صغير ابتعدت روعة عن المجال كليا. والله صراحة كان اعتزال، وفعلا أنا ما كنت ناوي أرجع أبدا، يعني كان القرار قرار وفتت بعالم الدوبلاج ونهيت الموضوع كله، بس صار في ظروف اضطريت اني ارجع، وفعلا يعني عم بشتغل بس انا حاسه في شيء ناقصني، يعني حاسه انه في شيء انا ما مو الشيء اللي انا بحبه عم بعمله، فقررت ارجع وجربت لقيت انه ممكن. هلا بجوز هلا شوي ندمت لانه شفت الوضع كتير سيء صراحه بالدراما والخيارات كتير قليله، بس يعني ان شاء الله انا لسه متفائله، لسه في عندي تفاؤل، ما عم زي بيروح بعد سنه بس لسه في. لكن شو اللي دفعها لتاخذ هالقرار؟ بصراحه لانك انا كان عمري 17 سنه، فكانت الشهره بالنسبه لي ولا زالت، يعني انا الشهره ما كتير بحبها، بحب شغلي بس ما بحب كتير الشهره، بحب حياتي الخاصه تبقى لحالها، بحب ما حدا يتطفل عليها وما حدا يضايقني اذا طالعه اقعد بمكان، ما بحب كتير العيون تكون علي، فلهيك كان عمري 17 وكانت كتير الشهرة قوية، وبوقتها أنا فعلا يعني الحمد لله يعني كونت شيء كتير مهم وكتير منيح، فما تحملته، ما قدرت، يعني أنا وصلت لمرحلة فعلا ما أقدر أنزل على السوق، ما أقدر أنزل أمشي بالشارع، وبتعرفي بأيامها ما كان في سوشيال ميديا، فالعالم وقت تشوفك بالطريق إنه حلم عمره خلص وصلت، فاضطريت إني أترك، يعني اضطريت وقرار مني أبدا ما كان حدا له علاقة يعني. وحتى اليوم بعد عودتها إلى الساحة الجمهور رافض فكرة إنها كبرت. ليه ما بعرف ليه ما بعرف، يمكن ما تغيرت لأنه يعني شكلي ما كتير تغير، فما لهم متقبلين هذا الموضوع، والعالم يعني خلص يعني نارا كانت بالنسبة لهم الطفلة الوحيدة، يعني مو الوحيدة، كان في بس كتير قلال الأطفال كان بهداك الوقت، فمشان هيك ما بعرف. وشكل روعة ما تغير كونها اختارت تبتعد عن عمليات التجميل. ما لي ناوية أعمل إن شاء الله يعني. ما عملتي ولا رح أعمل إن شاء الله، يعني إذا الله هيك كتب لنا وبقيت على نفس هي ما رح أعمل. وهالشي عم نشوفه بصورها على السوشيال ميديا، فبالفترة الأخيرة عم بتكون روعة أكتف على إنستغرام. إيه عم حاول شوي يكون نشطة، يعني عم حاول نزل وتصور وأعمل هيك، بس ما يعني أنا شوي بعيدة عن هذا الموضوع، يعني حدا مزاجي شوي، حدا ماله تبع انه طول الوقت قدران هو يزبط حاله ويتصور ويعمل مكياج وكذا، فمشان هيك بتلاقي كتير قليل، فبس وقت بتصور كتير وبنزل وخلص بخليهم عندي وبزبط الامور. ومن الصور اللي انتشرت بشكل كبير الفترة الماضية كانوا صورها من حفل زفاف شقيقتها ربا. انا كتير فرحت لها، يعني بالنهاية ربا يعني اخذت زوجة عن حب، فانبسطت بهذا الزواج كتير، وربا حدا طموح، حدا بيحب يشتغل على حاله، فانبسطت، بس لهلأ عندي انه لا لسه ما لم تجوز، يعني هلأ بشوفها طفلة ما بشوفها انه هي متزوجة وهلأ صار عندها عائلة، يعني بحياة أسرية ايه، بس ما بعرف ساطة طفلة بالنسبة لي. وعلق الكثار على إطلالة روعة اللي اعتمدت فستان نيلي، فكيف علاقتها بالعادة مع الموضة؟ مو حلوة مو منيح. انا حدا كتير عملي، حدا كتير عجولي، حدا ما بحب يعني بنزل على السوق وفوت خلاص ايه يلا هات، يعني ما كتير عندي هي، فغالبا بستعين باخواتي، يعني انا اخواتي لازم يكونوا متواجدين معي لانه يا ما رايحة جايبة اغراض فانا مرجعيني فيها، عرفتي؟ فانا خلص بروحوا معي بلا ما نروح ونرجع، اي يعني بحاول وبحب، يعني انا يعني بحب الفاشن والقصص وانه اللبس بس ماني مرا، يعني ماني خلق ماني خلق عليهم. ومش ممكن ما نسأل روعة عن الشائعة اللي انتشرت بشكل كبير حول علاقة بتربطها بقيس الشيخ نجيب. والله ما بعرف،
وبضل بنسأل وبضل بجاوب وبضل هي يعني إنه نجوزونا وجابوا منا يعني جابوا لنا أولاد وكل شيء تمام، الأمور عندهم بالسليم. وأنا يعني مو إنه مثلا كان في مشروع أو إنه كان في قصة حب أو إنه كان في مشروع خطبة، ما في شيء أبدا أبدا. يعني هو زميل وأنا كتير بحبه، حتى صحبة ما في. يعني الصحبة كانت بين عائلتي وعائلته، وأنا كنت كتير صغيرة أيام الصحبة القوية مع أبوه الله يرحمه، فما في أي شيء. واجتمعنا بعمل واحد وهو الله يسر له مسافر هلأ، يعني ما في أي شيء. وقبل ما نختم كان لازم نتطمن على صحة والدها هاني السعدي اللي اشتهر بكتابة المسلسلات. هلأ الحمد لله منيح، يعني عنده مشكلة وصحته ما كتير منيحة يعني، بس نوعا ما الحمد لله يعني هلأ مستقر وضعه. بس كلنا يعني كلنا بدنا نكبر، هو يعني مرضه كبر مو مرض شيء معين، يعني كبر تعب تماما وما عاد يقدر اساسا. بس عنده اعمال، عنده اعمال كاتبه من زمان موجوده، بس هلا ابدا ما عم يشتغل.